الشأن التربوي. توعد رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بشل القطاع لمدة 3 أيام بدءا من اليوم السابع أو من يوم 17 أبريل الجاري، بعد سلسلة اللقاءات الروتينية مع وزيرة القطاع التي لم تستجب لمطالب هذه الشريحة ودفعتهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديرية التربية عبر تراب الوطن. أنيس بن حالة كان في التغطية. كاين عامل اللي مات، كاين اللي قبضته الغمام محكور يخدم 60 ساعة 70 ساعة مع عقل وراءه طالب كما كانوا لي في الأولين نديروا 5 7 كما زميلنا هذا عضو مكتب ولاية عبد الجاهر. من هذا المنبر اللي نوجه نداء إلى كل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بولاية مستغانم باش يكونوا عند حسن الظن ويكون هناك يكونوا يدخلوا في الإضراب هذا بقوة باش يوصلوا لو ميساج تاعهم للوزير التربية ويقولوا لها كفانا ظلم.